مداهمة منازل ثلاثة شبان من الشيشان والنمسا مؤيدين لتنظيم داعش الخارجية توبخ سفير إيران في فيينا على خلفية منشور داعم لحزب الله حزب الشعب يتهم حزب الحرية بسرقة برنامجه الانتخابي وتشويهه رئيس حزب اس بي او يخوض صراعا سياسي داخل حزبه وخارجه الحكومة تعتزم فرض مناهج تعليمية خاصة للأطفال في المساجد وتسجيل حوالي 500 إصابة في حوادث الطرق المدرسية العام الماضي وأخيراً مدارس فيينا تهدر عشرة ألاف وجبة يومياً وتمنع التبرعات مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم إلى تفاصيل الأخبار أجرت السلطات في ولاية النمسا السفلى مداهمات ليلية استهدفت شبان تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاما، يشتبه في نشره دعاية لتنظيم داعش على انستغرام وتيك توك. وتلقت الشرطة الجنائية بلاغات من إدارة حماية الدولة والمخابرات، مما أدى إلى بدء تحقيقات في منطقة تولن ومدينة سانت بلتون، حيث شملت المداهمات ثلاثة شبان شابين وفتاة. يواجهون تهم دعم منظمة ارهابية من اصول شيشانية، اضافة لشابين دخلوا الاسلام حديثا، وتم ضبط هواتف محمولة واسلحة محظورة خلال المداهمات والتحقيقات لا تزال مستمرة، ويعتقد ان المشتبه بهم لا يعرفون بعضهم البعض. استدعت وزارة الخارجية النمساوية السفير الايراني في فيينا عباس باقربور اردكاني بسبب نشره رموزا تابعة لميليشيات حزب الله الإرهابية حيث عرض السفير علم حزب الله وكتب حزب الله سيكون المنتصر وأثار هذا غضب الأحزاب السياسية النمساوية التي طالبت باتخاذ إجراءات حازمة وأكدت وزارة الخارجية أن استخدام رزوم حزب الله المحظور في النمسا يتعارض مع القوانين المحلية وأضافت أن انتهاك الحظر قد يعرض السفير لغرامة تصل إلى عشرة ألاف يورو أو السجن إلا أن الحصانة الدبلوماسية قد تعقد عمل العملية القانونية وجه حزب الشعب النمساوي إيفو بي انتقادات حادة لبرنامج حزب الحرية النمساوي إف بي اي الانتخابي متهما إياه بسرقة أفكاره من خطة النمسا وطرح مفاهيم قد تضر بالاقتصاد وقال كريستين ستوكر الأمين العام للإيفو بي أن البرنامج متناقض ولن يفيد البلاد، بينما وصفه الاقتصادي كورت ايجر بالسم الأصدق للاقتصاد، واتهم ستوكر الحزب المعارض بالانسحاب من الديمقراطية التمثيلية وتعريض حقوق التصويت للخطر، كما انتقد دعواته لإلغاء الرقابة على الإنترنت، وأضاف أن حزب الحرية يفتقر للمصداقية ويمثل تهديداً للسياسة الأمنية. دافع اندرياس بابلر رئيس الحزب الاشتراكي اس بي عن العمليه المفتوحه لتطوير البرنامج الانتخابي للحزب مؤكدا ان هدفه لا يزال ان يصبح مستشارا فيدراليا. جاءت تصريحاته عقب استقاله عمده لينز كلاوس لوغر وانتقادات دوريس بوريس الرئيسه الثانيه للبرلمان لبرنامج الحزب وعبر بابلر عن استيائه من تسريب وثيقه انتقدت بها بوريس برنامج الحزب الانتخابي. معتبرا ذلك خيانه للثقه، كما تطرق الى مساله الضرائب، مفضلا عدم تحديد موقفه حول ضريبه الاغنياء، ومشيرا الى اهميه تحسين الاوضاع الاجتماعيه، وبخصوص سياسه اللجوء، اكد بابلر التزامه بالانسانيه، مع التركيز على التعليم والتوظيف. اعلنت وزيره الاندماج النمساويه سوزان راب عن اطلاق مشروع التعليم المسجدي. الذي يهدف الى تحديث المواد التعليميه المقدمه في المساجد وتقديمها باللغه الالمانيه ياتي هذا المشروع استجابه لدراسة, أظهر... لدراسه اظهرت نقصا في التوازن العرقي وغياب الربط بالواقع النمساوي في التعليم الديني الحالي حيث يركز المشروع على تعزيز الاندماج والكفاءه في التفاعل بين الاديان ويقود المشروع عالم اللاهوت عالم اللاهوت زكريا سيديني من جامعة إنسبروك ويهدف إلى تطوير برامج تعليمية تعكس الحياة اليومية في النمسا بشكل أفضل وتحسين جودة التعليم الديني للأطفال والشباب سجلت النمسا 450 حادثاً على طرق المدارس في عام 2023 أسفرت عن إصابة 494 طفلا ووفاة طفلين وفقا لبيانات نادي السيارات النمساوي ام واظهرت دراسه تتبع حركه العين ان الاطفال الاصغر سنا بين السادسه والسبع سنوات اكثر عرضه للخطر مقارنه بالكبار حيث يواجهون صعوبات في تقدير المسافات واتخاذ القرارات بشكل صحيح واوضح النادي ان العوائق مثل سلات القمامه وعلامات المرور تساهم في تفاقم المشكله داعيا الى تحسين البنيه التحتيه لطرق المدارس لضمان وضوح الرؤيه وتوخي الحذر مع بدء العام الدراسي الأسبوع المقبل كشفت بيانات إدارة المدينة ام آ 56 ونظام مونيتور التابع لمنصة يونايت أجنست ويست أن أنه يتم إتلاف عشرة آلاف وجبة من أصل خمسين ألف وجبة تقدم يومياً في 233 مدرسة في فيينا. وحسب البيانات تلقى الوجبات في القمامه حيث يعود جزء كبير من هذا الهدر الى الوجبات غير الماكوله بسبب غياب الطلاب او عدم رغبتهم في الطعام وتعكف اداره المدارس على تحسين القوائم الغذائيه وتعديل الكميات المقدمه بناء على الحضور الفعلي كما ستمنح الطلاب مزيدا من الوقت لتناول وجباتهم وتعزيز الوعي بعدم اهدار الطعام وتواجه الإدارة تحديات قانونية تمنع التبرع بالطعام الفائض كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفجرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين أمسية سعيدة وإلى اللقاء